استاذ سناء، انا برضو عايز اسال نعم حضرتك، اتفضل. المراه عندكم استفادت ايه من المشروعات؟ يعني مثلا في مشروعات موجهه للمراه، طبعا احنا بكل تاكيد في مشروعات عامه الكل استفاد منها، زي وحده صحيه، زي طرق امن وامان في المنطقه، مشروع الاسكان الاجتماعي، لكن المراه على وجه الخصوص استفادت ايه من المشروعات دي؟ استفادت اللي هو المشروع هو حياه كريمه دوت، هي استفادت منه برضو، من اول ما اللي ملوش دخل ايه دخل، من أو من كل حاجه، كل حاجه استفادوا منها، حتى اللي بتحب يتعالج، كل حاجه هي المراه استفادت برضو بكل حاجه، هي والطفل بتاعها. طيب بما انك كريمة بقى ضمت ذكرتي كل حاجه، كل حاجه والله، ما سابوش اي حاجه الاسره دي تحتاجها غير ما بيلاقوها، من معنويه الماديه كل حاجه، حتى الكشف كل حاجه. طيب ست سناء، يعني يمكن الاستاذ عادل كلمنا عن شكل القريه، ان ما كانش فيها مدارس على سبيل المثال، لكن بما انك سيده من قريه سدس الامراء، اكيد لما كنت مثلا بتتعبي او حد من ولادك بيتعب، كنت بتلاقي مستشفيات قريبه، كنت بتلاقي وحدات صحيه قريبه؟ هو فعلا هنا القريه جددوا فيها حاجات كتير، هي من زمان فيها مدارس بس جددوا بقى، يعني عملوا حاجات ما كانتش موجوده، زي ثانويه عامه دي كان الناس تركب لها تروح بيها، ايه بقت موجوده، ايه عملوا بقى الخدمات اللي هي مركز اكترونو، ايه جددوا مستشفيات، الطرق، حاجات كتيره، حاجات كتيره والله، بقت بسم الله ما شاء الله بقت كويسه، بدل ما حد يركب لها مواصله لا بقت جنبينا في نفس المكان، الاسكان دوت يخلوه جميل خالص. بس كل حاجة حوالينا الحمد لله يا رب، ومش احنا بس، ده كل الكرة شغال فيها في كل حاجة. طيب بعد زيارة الرئيس ليكوا في الشقة بتاعتكم، جيرانكم قالوا لكم ايه بعدها؟ ما هو كله مش مصدق، واصلا كله والله كان واقف في البلكونات كله برضه نفس الفرحه، احنا كله كان فرحان، كله كان عارف ان الرئيس جاي النهارده، كله واقف والله في البلكونات وفي الشوارع، وده كل الناس كانت خارجه في الشوارع، ما كانش حد في البيوت خالص. لا بس انتوا واخدين حاجه خاصه بقى، ده الرئيس طلع عندكم في البيت. ده دي اراده ربنا سبحانه وتعالى، عشان بس يكبر خاطرنا. طب احنا كمان شفنا استاذ عادل اهدى سياده الرئيس سبحه. ده والله هي اكيد حاجه كبيره عند ربنا، بس الواحد لو كان في امكانه كان عطى احلى من كده، بس هو دي حاجه كبيره برضه عند ربنا، مش سلحه، مش حاجه كده، وقال ده احلى هديه اتهدت ليا. هي والله ده يعني يا ست سناء، والله يعني محبتكم زي ما دايما بنقول كده، الوسع في القلوب او المحبه من القلوب احسن من اي هديه والله، واكبر من اي هديه، واعتقد هي فعلا جدا والله. كريم قلت له حضرتك تتغدى معانا النهارده، قال لا ده انت ولادك اللي هتيجي تتغدوا معايا، وفعلا رحنا اتغدينا معاه.